الرحمن الرحيم عزيزي المشاهد أحييك مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الموانئ عزيزي المشاهد في أي دولة تعتبر العصب الرئيسي لإزدهار ونمو الاقتصاد في تلك الدولة والكويت حباها الله بمجموعة موانئ ويسعدنا أن تكون حلقة الليلة مخصصة عن شجون وهموم الموانئ وضيفنا هو الكابتن عبد الرحمن النباري المدير العام للمؤسسه العامه للموانئ. رحب فيك ابو فهد في حياك الله ابو جاسم. في البدايه ابو فهد يا تعطي الاخوه المشاهدين فكره مبسطه عن الموانئ في الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت ابو جاسم الكويت من منذ انشائها عاشت على البحر سواء الصيد او اللؤلؤ او التجاره عامه والكل عارف طبعا كيف كانت تجاره الكويت تصل على السفن الشراعيه الى اقصى بلدان العالم. أه ومن هذا المنطلق طبعا مع تطور البلاد وحضارتها أه بدات في انشاء موانئ اولها كان ميناء شويخ أه اللي تم انشاءه وبدا العمل فيه سنه 1958 بارصفه بسيطه وبعدين طبعا اجريت عليه بعض التعديلات والتوسعات وهو الان مثل ما نراه تقريبا في 20 رصيف. آه وطبعا بعد الطفره هذه جتنا طفره النفط الصريحه الصاجة اللي هي تقريبا بالستينيات ووجدت البلاد نفسها بحاجه اكثر لموانئ واتجهت الى التصنيع فانشئت منطقه شعيبه الصناعيه. وطبعا صناعية بها ميناء، فأنشت ميناء فانشئ ميناء شعيبه. ميناء شعيبه بدأ تشغيله سنة 1967. كان برضو ميناء صغير يتكون من خمسة مراسي. عن طريق هذه المراسي ادخلت جميع المعدات اللي تراها اليوم من مصافي النفط، من محطات الكهرباء والى ما ذلك. وبعد ذلك برضو الكويت توسعت عمراناً وتقدماً وازدهاراً. فارتأت الدولة أن الخدمات المينائية لازم نتوسع فيها فقمنا وسعنا ميناء شعيبة وأيضا أصبح 20 رصيف في ميناء صغير ثالث اللي هو ميناء الدوحة أه أنشئ ذلك الميناء بالسبعينيات لهدف استقبال السفن الخشبية والدوب الصغيرة اللي كانت تأخذ مواد إلى جزيرة فيلك جيد خلال فترة الاحتلال الغادر نعم. كيف كنت تتعامل مع خطط اعمار الموانئ وانت خارج الكويت؟ الحقيقه انا كان لي شرف اني دعيت الى مؤتمر جده في شهر 10 1990 نعم وهناك قابلنا الكثير من الاخوان القياديين والوزراء طبعا وعرفنا من ذيك اللحظه ان الحكومه كان عندها توجه أن تجمع فريق من القياديين المسؤولين من جميع قطاعات الدولة في واشنطن للعمل على اعداد خطه الطوارئ واعاده البناء لتنفيذها بعد تحرير الكويت نعم وتوجهنا بعد المؤتمر تقريبا مباشره الى واشنطن مع بقيه الزملاء وبدانا العمل هناك نعم. أه لما كنا هناك كنا نستقي بعض المعلومات اللي تجينا أه بطرق مختلفه أه عن احوال الكويت وطبعا انا كان يهمني احوال الموانئ وكيف راح تصير عليها أه مع بعد التحرير وكنت ازور أه مركز سي اي في ذاك الوقت أه كانوا يطلعوني على صور جويه عن الموانئ وشنو صار فيها كل اسبوع شنو التغير اللي فيها ولاحظنا اشياء كثيره الحقيقه كانوا العراقيين يستخدمون الموانئ في ذاك الوقت بدرجه منتظمه وبعد ذلك المراحل تقدم التقدم وجدنا ان خف استعمالهم على مثلا ميناء شويخ وتركز على ميناء شعيبه. شو السبب؟ هذا طبعا عرفنا ان كانوا يتوقعون ضرب في ميناء شويخ شايف شلون بينما ميناء شعيبة كانوا يستخدمونه لأنه كان على الساحل فلما عملنا الخطط أنا ركزت على أن أول ما ندخل الكويت نشغل ميناء شعيبة أولا للأسباب اللي أنا قلتها كان توقعي أنه ما راح يكون في دمار كثير لأنهم كانوا يستعملون تقريبا من آخر لحظة ثانيا ميناء شعيبه يقع على البحر المفتوح خلاف ميناء شويخ، ميناء شويخ يستخدم قناة ملاحية معنى ذلك ان هذه القناة اذا مسكرة ما تقدر تدخل فيها السفن. آه ثانياً ثالثا ميناء شعيبه المياه فيه عميقة. وطبعا لما تكون المياه عميقة تقدر تجيب سفن كبيرة. نعم. السفن الكبيرة تقدر تشيل بضاعة أكثر. لما تشيل بضاعة أكثر مرة واحدة تخف الكلفة. الشيء الرابع والمهم الحقيقة أن ميناء شعيبة متصل في جميع أنحاء البلاد عن طرق الطرق السريعة المنتشرة في البلاد فهذا الأساس اللي ركزنا عليه ومع بقية الأخوان جمعنا كل بضايعهم وحصرناها وتوكلنا على الله أن إن شاء الله لما نرجع نشق الميناء شعيبة ونقدر نستخدم في حق البضايع هذه يا كابتن عبد الرحمن تعطي الاخوه المشاهدين فكره عن وضع الموانئ لما تم التحرير بفضل من الله، شلون كانت الموانئ؟ الحقيقه انا دخلت الكويت مع الجيش الامريكي في واحد ثلاثة ومنذ اللحظه عن طريق البر طبعا عن طريق الشقيق السعوديه المملكه العربيه السعوديه وذهلت من الفتره اللي قربنا فيها على الخفتي شيء لا يتصور على العقل طبعا كلما نقترب من ميناء شعيبة أعرف أن في دمار وفي دمار إلى أن وصلنا ميناء شعيبة أه وجدت ميناء شعيبة أه من ناحية البنية الأساسية غير مدمرة لكن وجدنا أطنان هائلة من النفط مغطية البحر كأنها سجاد جميع المنطقة البحرية مالت الميناء وخارج الميناء وهذا طبعا عائق كبير لان احنا لما بغينا ان نستخدم البناء كنا نبي نفحص قاع البحر نتاكد ما فيه متفجرات وخلاف ذلك فكيف تنزل غواصين وهذا النفط راكم على المياه بالاضافه الى كان في منشات نفطيه حولنا كانت مدمره بالكامل وطبعا منطقه شعيبه كان فيها من مصفات شعيبه وكان في مخازن النفط خزانات النفط هناك مشتعله هم هذا كان له اثر على الناس اللي داخله الى الميناء ومع ذلك دخلنا الحقيقه الميناء ومع قوات التحالف بدا العمل قوات التحالف ركزت على تنظيف الالغام في البحر المؤدي الى ميناء شعيبه وبقيه القوات مع من وجدته من اخواني العاملين في المؤسسه بدانا على تنظيف الارصفه وتنظيف النفط وخلاف ذلك الى ان تمكنا ان ننزل غواصين ونفحص القاع هذا بالنسبه لنا شعيبه نعم طبعا انا ركزت اول الايام الاولى على من شعيبة لان الخطه كانت مدروسه على الأساس فليل نهار كنا نشتغل عليه الى ان الله سهل وصار الميناء نظيف وفتحنا توجهت إلى ميناء شويخ ميناء شويخ صج أكل دمار تمام وجدنا الكرينات مكسرة وجدنا مباني محروقة وجدنا المعدات الهائلة كلها يأ من التفة أو مأخوذة أه وجدنا أرصفة محروقة بالكامل وهكذا ميناء الدوحة برضو في شيء من الدمار بس ما هو بالدرجة الكبيرة كان فيه طبعاً ابوام غرقانه أه، ما في اكثر من ذلك. ابو فهد الميناء شعيبه تم تشغيله بفتره قياسيه 10 ايام. كيف كانت خطه العمل عندكم اللي قدرت تعطي ميناء جاهز للعمل خلال 10 ايام؟ الحقيقه أه برضو بفضل من الله وبمساعده كل القائمين على العمل في الميناء سواء من قوات التحالف او من الاخوان الكويتيين وبعض غير الكويتيين اللي كانوا متواجدين اللي ساعدوني كنا نشتغل ما نشوف كم ساعة كنا نشتغل على طول من الساعة سبع الصبح إلى أن نوصل لعشة تقريبا نعم. تنظيف إزالة المعوقات اللي بالطرق إزالة المعوقات اللي بالبحر إزالة هذا النفط إلى أن أصبح الميناء نظيف وفعلا في عشرة أيام تأكدنا وسوينا له فحص فني تأكدنا انه زين وفتحناه رسميا في 12 مارس. ابو الان عرفنا جانب الدمار، خلني اسألك هذا السؤال اذا سمحت لي. شو تفسر حضرتك بصفتك مدير عام لمؤسسة الموانئ هجرة البواخر إلى الموانئ المجاورة قبل الغزو الغادر واتمنى ان شاء الله انه ما يتم بعد التحرير. ليش في توجه إلى أن البواخر تتجه إلى الموانئ المجاورة على سبيل المثال جبل علي؟ ممتاز. الحقيقة مثل ما تفضلت الهجرة هذه بدأت من زمن بعيد، وأنا برأيي الشخصي كان أسبابها طبعا الأسباب الرئيسية كانت الحرب العراقية الإيرانية لا شك. بعدين كان في أسباب أخرى كان في الأمن مهم بالنسبة للبلد، وكان في يعني ضيق على أهل السفن والتجار لما ينزلوا بضائعهم التاخر يعني كان يمكن اسهل لنا ينزل في جبل علي ويجيب البضاعه مفللة ولا ينزل هنا يقعد ينتظر اوراق وتفتيش وغيره وغيره بالاضافه الى انه المعاملات كانت معقده يعني اخذ على سبيل المثال مثلا يعني كل موانئ العالم تستخدم الكمبيوتر الحاسب الالي احنا بالمؤسسه كان عندنا نظام كمبيوتر صار له ست سنوات والى يومنا هذا ما اشتغل ما السبب؟ ما اعرف الاسباب في الوقت الحاضر ما اعرف الاسباب بس الان انا قاعد احدث وربما القي هذا النظام كله واتجه الى نظام حديث احسن منه. بالاضافه الى ان كانت اعتقد اجور الموانئ عندنا عاليه. فالتجار والسفن اللي كانت تجي موانئ الكويت يقول لك انا اروح ميناء جبل علي، اولا تسهيلات، ثانيا امان، ثالثا الاستخدام هناك حديث جدا لا في تاخير ولا في، لذلك كلها هذه ادت الى ان طيب الان انت هل تلمست مواطن النقص وقاعد تحاول توفرها؟ هذا اللي ان شاء الله قاعدين نشتغل عليه، بس طبعا الاخوان اللي هناك برضو اذكياء وتساعدهم القوانين. نعم احنا الحقيقه قوانيننا لازم تتغير. اي قوانين؟ قوانين الموانئ. مثلا الان المؤسسه المؤسسه العامه للموانئ يحكمها قانونها اللي انشئت عليه. نعم. هذا القانون يقيد المؤسسه او اداره المؤسسه او حتى مجلس اداره المؤسسه بانه يتخذ اجراءات سريعه لتغيير النظم او الاجور او السماح بالانتظار. هذه كل الامور لازم ترجع الى مجلس الوزراء. ربما طيب. في يوم من الايام هذه كانت جيده ملائمه بس اليوم لما تروح انت جبل علي انت مثلا لو تروح تاج تقول تعالوا يا جماعه انا ابي قطعه ارض <applause> بي بضاعه من اليابان ابي ادفع لكم عليها اجور تعطوني اجور يقعدون يتناقشون معك ورئيس سلطه جبل علي عنده الصلاحيه انه يقول لك والله اوكي احنا ننزل ونخفض و و و لا ما اللي منع عبد الرحمن تقدم هذا التصور للاخ وزير المواصلات وبدوره يقدم المجلس والله الحقيقه انت يعني وصلت الى اللي انا بوصل له، هذا الامر الان معروض على مجلس على معالي وزير المواصلات رئيس نعم. مجلس اداره المؤسسه. نعم. انا عارض هذا الامر عليه وقاعد يدرسه حتى يتقدم فيه، ان نحاول ننشط ننشط الحركه. اضف الى ذلك الاخ محمد لو سمحت لي. طبعاً, طبعاً الان في خوف من الالغام البحريه نحن أه احنا نظفنا البحر او او الاخوان قوات التحالف نظفوا البحر بس ما في ضمان 100% انه ما اكو الغام الموانئ نظيفه والموانئ سليمه حتى لما احنا فتحنا ميناء شويخ هيئه لويد للتامين على طول شارلت قصد أه ضد الحرب عن موانئ الكويت هذا يدل على ان في ثقه في موانئ الكويت لكن اللي حصل مثلا في موانئ دبي وغيره قالوا لاصحاب الباخر قالوا احنا نأمن بواخركم على بحر دبي يعني انت تي باخرتك من خلينا نقول اليابان لما تدش موانئ ال او مياه الامارات العربيه المتحده اوتوماتيكيا مأمنه من قبل الدوله اي شيء يحصل هي مأمنه فهذا يشجع يقول انا في امان طبعا احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء في في الوقت الحاضر لكن ربما ان نتجه هذا الاتجاه وهذا مربوط في اشياء اخرى اولا تعديل بعض القوانين، التساهل في بعض الامور الامنيه اللي احنا ممكن نراقبها بس نسهل فيها حتى ما تعوق وما تاخر. أه بالمناسبه كم باخره دخلت مونا الكويت منذ التحرير؟ ميناء شعيبه الى يومنا هذا تقريبا 270 سفينه. وهذا جيد على الظروف على الظروف هذه نا. شايف شلون ميناء شويخ الى يومنا هذا 20 سفينه جيد نعم. اتمنى تزيد ان شاء الله ان شاء الله التجار اخوي عبد الرحمن يشتكون من ان رسوم الحاويات تؤخذ مرتين عندكم مره للمؤسسه ومره للمقاول ليش ابو فهد اول ما فتحنا ميناء شعيبه طبعا كان في نقص موظفين نقص مكاتب نقص معدات يعني كل شيء بس كان لازم نسوي شيء نعم فانا لما فتحت ميناء شعيبه ركزت على شيئين مهمين واحد وأهم شيء بالنسبه لنا هو مساعده القطاع النفطي علشان يطفون حرائق النفط فقمنا اعطيناهم ارصفه متواصله حتى جابوا سفينه ما تركاب. حطوها في في الميناء حطوا عليها عمالهم ومهندسينهم يسكنون فيها لان ماكو سكن فيها وهذه كانت يعني مساعده كبيره لهم والى الان هم مبسوطين منها. هذا شق، الشق. الشق الثاني الحاويات لان انا كنت عارف ان معظم الوضائع اللي راح تحتاجها البلد الاستلاكي راح تكون بالحاويات. فركزنا ان نسمح للحاويات تجي بسرعه. لكن ما كان عندنا معدات. فسمحنا للمقاولين اللي يشتغلون هناك انهم يقومون في تنزيل الحاويات. نيابه عنا. فكانوا ياخذون طبعا اجور. لكن بعدين احنا اكتمل اه الطاقم مالنا وجبنا بعض المعدات. نعم. فخليناهم ياخذون نص العمليه بس احنا كنا ندفع لهم. طلعنا تعميم ان ما حد يدفع للمقاول فلوس. يدفع للمؤسسه واحنا نعطي المقاول فلوسه. شايف شلون؟ نعم. وفعلا مشت هذا الكلام حصل من مده شهرين. نعم. ومشى زين. الان يبدو ان احد مشتكي لكم فعلا انا الان طاح بايدي بعض الوصفات ان بعض المقاولين قاعدين ياخذون فلوس. شنو دوركم؟ احنا دورنا دزينا انذار ان هذا ما يجوز ترجعون فلوس الناس والانذار الثاني فصل من العمل. واذا ما رجع فلوس للناس؟ لا لازم يرجع. تعاقبه؟ نعم تملكون حق العقوب او منع طبعا طبعا احنا اذا تاكدنا انه ما رجع الفلوس نعم من الشخص اذا انت عبر هذا البرنامج تدعو الاخوه التجار اللي ما يستلم فلوسه من المقاول يجي يراجع نعم. ال... نعم نعم اشكرك على هالشيء مين الدوحه اخ كابتن عبد الرحمن وين وصل في تجهيزاته مين الدوحه مشكلته هو الكهرباء لان خربوا كل المحطات الكهربائيه اللي فيه نعم. والان قاعد يشتغل على محولات صغيره نعم وقاعدين احنا طبعا نركب في الجسمه لكن مع ذلك قاعد يستقبل اسمه سفن خشبه. خشبيه نعم. من جمهوريه ايران الاسلاميه الشقيقه نعم محمله بالاكل والمواد الغذائيه وبعض المعدات وبعض المواد تحت الانشائيه وماشي هذا من احسن ما يكون آه هذا يقودنا كابتن عبد الرحمن الى نقعة شملان نعم. الان كما تعلم صارت تقريبا ميناء صغير أي. وفي بضائع صح في توجه لتنظيم العمل من قبلكم والله هذه اول ما بدات النقعه طبعا كان في ازدحام عليها وانا كان عندي تخوف ان هذا الازدحام وهذه القوارب الخشبيه مع حركتها ترمي طمي في القناه اللي توصل الى منع أشويخ وفعلا صار في شيء بسيط. فعرضنا الامر على رئيس مجلس اداره المؤسسه معالي وزير المواصلات أه وقعدنا نفكر ان نبني قلاة ثانيه لان هذا الميناء او النقعه هذه هي الحقيقه من تراث الكويت والكويتيين يحبون يتمشون على البحر وتبضعون هذا شيء جيد ونحن بنحافظ عليه فطلب مني معالي الوزير اني اقدم له دراسه كيف نحدث هذا المرفق ونسوي ميناء واليوم انا قدمت له دراسه متكامله ان راح نسوي ارصفه حق السفن هذه ونسوي لها حمايه بحيث ان الطمي ما ينزل في القناه ونسوي لها مواقف سيارات وبسطات وطبعا تشارك فيها الجمارك الصحه الداخليه الجهات هذه الرقابه البلديه حتى يكون شيء متكامل ونسيجه متى تتوقع ان هذا الامر يتم هذا الحقيقه الاخ ابو علاء وعدني انه راح يرفع حق معالي سمو ولي العهد للاستئناس بالراي ولو حصل مثلا الاسبوع الجاي انه والله هذه الفكره جيده ترصد لها المبالغ، احنا المؤسسه العامه للموانئ بدورنا وبحكم القانون إن احنا مسؤولين عن انشاء الموانئ وادارتها على طول نسوي له تخطيط ونعطيه وزاره التخطيط نحط له مستشار وننزله. جيد. آه، كابتن عبد الرحمن الثروه الحقيقيه للكويت بشبابها. وانت كما اعلم ان عندك توجه الى خلق الكوادر الكويتية المؤهلة السؤال كم كان عدد الكويتيين العاملين في المؤسسة عمل الموانئ قبل الغزو وبعد الغزو في واحد ثمانية ألف وتسعمية وتسعين كان عدد موظفين المؤسسة ثلاثة آلاف وعشرة وستة منهم كويتيين و2000 و2204 غير كويتيين. نسبة الكويتيين كانت 27% فقط. الان يومنا هذا العدد 1480 من اصل 3000 من اصل 3000 الكويتيين منهم 860. جيد. النسبة 58%. نعم. الغير كويتيين 620. النسبة 42% واحنا الى الان ما وصلنا النسبه اللي قررها مجلس الوزراء اللي هي 35% غير كويتيين من عدد الموظفين اللي في 1 8. هل تريد ان تقول ان كان عندكم في مؤسسه الموانئ بطاله مقنعه؟ نعم نعم في وهذا التخفيض اللي تم الان الى 1400 ما اثر على اداء ما العمل. اثر ما اثر والشيء الثاني اخوي محمد يمكن في ذاك الوقت لو إن كان عندنا اساليب حديثه وتقنيه كان يمكن ما نحتاج العمالة هذه مثلا اخذ على سبيل المثال الاشياء الورقيه منافيس بيان ما بيان واحد يدقق واحد يسوي هذا كله المفروض يختفي المفروض هذا كله على الكمبيوتر انت قاعد في مكتبك ياك واحد دفع طقت هالشكل طلع عند المحطه هناك يا جماعه هذا دفع خلاص مشوا اوراقه بدال ما انه ياخذ وركته ويركب في السياره ويروح يدور المحطه ويا جماعه انا دفعت ولا ما لا والله الرقم غلط هذه كلها خلقت انه لازم يكون عندك حارس منك ومحاسب مني وهكذا نامل ان ينتهي هذا الترهل الاداري كابتن عبد الرحمن خصوصا وان الكويت ما بعد التحرير تحتاج كل الطاقات حقيقه هل عندك برامج تدريبيه لهؤلاء الشباب قاعد تقوم فيها؟ هذا الحقيقه هو اهتمامنا الثاني بعد تطوير الموانئ نعم. ايجاد الكفاءات الكويتيه لها مثل ما انت عارف عمل موانئ محمد ما هو عمل عادي سهل عمل موانئ فني اداري تجاري مرتبط في مصالح الناس في حياه الناس في اموال الناس فانا لازم يكون عندي طواقم مثلا على سبيل المثال طواقم بحريه مؤهله تاهيل جيد بحيث انها تدخل السفن من البحر الى المراسي بسلام يكون عندي طواقم تنزل بضائع او تشرف على تنزيل بضائع بسلام لان هذه بضائع الناس ما تتكسر ولا تخرب ولا شيء. <applause> عندي طاقم انه يكون عقليته تجاريه انه على ما يقولون بالانجليزي تايم از ماني. فانت لما تاجر لما انا اخر عليك بضاعتك او اليوم الخميس والله لا تعال يوم السبت هذا كله يكون تاثير على شو اسمه؟ هذه ان شاء الله كلها راح نمحيها بالطريقه الاتيه. احنا رصدنا مبلغ جيد للتدريب. وراح نختار اعداد كثير وأعلننا الحقيقه في الصحف. من الشباب الكويتيين وناخذهم على فصائل وعلى توجهاتهم اللي يبي يتوجه إلى الأمور البحرية ندربه هني بحرياً في الميناء وبعدين نرسله برا أنا الحقيقة من الناس اللي يعتقدون إن إن التدريب خارج البلاد يفيد مو بس تدريب يفيد ثقة بالنفس يمكن إذا يروح إلى بلدان غير عربية يتعلم اللغة وهكذا هذا بالنسبة للبحريين. بالنسبة اللي يتعاملون مع البضائع راح نتعامل مع الكل الأكاديمية البحرية للنقل في الإسكندرية ونخليهم يسووا برامج يشقلونها في في الأكاديمية وفي ميناء الإسكندرية مثلا ونجيبهم هني وبرضه نشقلهم بالنسبة نوديهم للكمبيوتر نوديهم إلى الكمبيوتر نخليهم يتدربون وهكذا أتأمل أنا إن شاء الله يعني على السنة الجاية هالوقت يكون عندنا قوة يكون عندنا خط ثاني صف ثاني حتى نسلم المهمات هذه جيد وهذا إن شاء الله راح يتم إن شاء الله أنتم متهمون أيضا أنكم تأخذون رسوم عالية أكثر من الموانئ المجاورة شو تعلق شوف هذه حكاية الرسوم الحقيقة مثل ما قلت لك مساعة أنا شخصيا أعتقد أن الميناء يجب أن يكون مركز خدمة وليس مركز تجارة على ربح وخسارة قانون المؤسسة حاليا ينص على أنه هو المؤسسة تدار على أسس تجارية معنى ذلك أن أنا أصرف من الريع اللي أخذه طيب أنا الآن بادي من الصفر أبي معدات حديثة أبي أشجع الشباب الكويتي أبي أجيب تكنولوجيا أبي أجيب هذا كله يبي له مصاريف فمنين أنا أطلع المردود لازم أنا أخذ أجور عالية تتناسب مع هذه المتطلبات شايف شلون؟ لكن انا اعتقد أنه والان قاعدين نشتغل على تغيير قانون المؤسسه ان قانون المؤسسه لازم يتغير ويكون هذا مركز خدمه ان الدوله تدعمه بس تحرص انه يؤدي الخدمه حسب الاصول والتجار يستفيدون من ذلك انه يكون في تخفيض في الاجور اللي راح ينعكس على تنشيط الاقتصاد فالربح هو الحقيقي هو ان الاقتصاد ينتعش مو الموانئ تسوي مليون ولا عشره هذه الفلسفة يعني الآن في طريقة للتنفيذ من قبلك؟ الآن أنا كونت فريق يدرس التعريفة الحالية ويشوف وين احنا نقدر نخفضها لتتناسب مع ما إن شاء الله يوافق عليه من قبل الجهات المختصة إن نغير نظام المؤسسة مو على رفع خسارة يعني احنا بمعنى آخر الآن قاعدين نشوفنا نظام مثلا مثل نظام مؤسسة الخطوط الكويتية ان انت اولا يكون عندك مؤسسه ناجحه مطعمه في الكوادر الكويتيه اللي يحتاجون التشجيع والتكنولوجيا اللي تساعد على رفع المستوى. نامل ان تتمكن من هالشيء اخوي عبد لان فعلا الشكوى هذه انا سمعتها مم. ونتيجة انك شايف الناس قاعدة تتجه للموانئ الاخرى. الموانئ او ميناء الكويت ميناء شويخة او شايبه هل يتحمل كل البواخر او هناك حد معين لطاقته يعني من حجم او عمق؟ احنا عندنا ميناء رئيسيين نعم وطاقه كل ميناء التشغيليه او التصميميه تقريبا 10 مليون طن بالسنه فيصير عندك ميناء شعيبه 10 مليون طن شويخي. ميناء شويخ 10 مليون طن وانا اعتقد في حجم السكان اللي راح تكون عليه دوله الكويت وحتى حتى لو بزياده 10% ما راح تسوي اكثر من 20 مليون طن بالسنه. بضايع 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 مدنا حجم, حجم البواخر كلها تدخل الموانئ؟ جدا يعني عندك ميناء شعيبه عمق البحر فيه 14 متر ياخذ سفن تجاريه عاديه الى 80 ألف طن. نعم. ف مغطي أو وياخذ اكبر ناقلات حاويات بالعالم اللي يسمونها فورث جنريشن. هذه يمكن انت تشوفها الحين السفن اللي تينا يمكن تشوفها هني هذه اللي كانها طوابق اي طوابق نعم. هائله نعم. هذه السفن كبيرة الآن نأخذها بكل, بكل سهولة. آخر سؤال عندي كابتن عبد الرحمن هل أنت متفائل من عودة النشاط الاقتصادي وبالتالي عودة الحيوية إلى الموانئ جدا أه بس طبعا الكويت اللي مرت فيه ما هو سهل وبناء الاقتصاد أه ما هو صعب ما هو سهل يعني سمو الأمير الله يحفظه قالها قال التخريب سهل لكن إعادة الميناء صعب جدا والحقيقة اللي توصلنا له اليوم إحنا كل العالم يحسدنا عليه مو بس في الموانئ في جميع قطاعات الدولة يعني في أرقام قياسية وصلنا إلى مستوى جيد فأنا أعتقد أن إن شاء الله أن الله أحيانا السنة الجاية هالوقت راح تشوف أنت عاش جيد جدا خاصة أن المؤسسة العامة الموانئ راح تساعد على هذا التوجه بعمل ما تستم عمله تحت القوانين إنه تسهل امور الناس. ان شاء الله. إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء انا اشكرك على حضورك واتمنى لكم وللموانئ كل ازدهار. شكرا. عزيزي المشاهد كان ضيفنا الليله هو الكابتن عبد الرحمن النيباري المدير العام للمؤسسه العامه الموانئ حلقه الليله انتهت موعدي معك باذن الله الاسبوع القادم مع السلامه. <applause> Yeah. you